السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي أيضا يمكنكم المشاركة من خلالها عن طريق إرسال رسائلكم النصية لنا والتي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن ملف النازحين في العراق، هذا الملف الشائك الذي لم يغلق أو لم ينتهي منذ عام 2018، هذه السنة ستنتهي، وبالتالي حتى هذه اللحظة نرى معاناة النازحين في المخيمات، نراهم في العراء، نراهم مشردون، وكثير من هذه المعاناة التي تطال النازحين والمهجرين العراقيين. سنتحدث عن نقاط متعلقة بقضية المخلفات العمليات العسكرية الموجودة في بعض المدن العراقية، سنتحدث عن قضية الهجرة العكسية التي تحدث الآن في بعض المناطق، ناس يعودون إلى مناطقهم الأصلية لكنهم طبعا هو ليس مفاجأة، لكنهم يكتشفون أنهم عائدون إلى أماكن خربة لا يوجد فيها عمار، لا يوجد فيها إعمار، لا توجد فيها بنى تحتية، لا توجد خدمات، لا يوجد أمن كذلك، وبالتالي يضطرون إلى العودة إلى المخيمات كنوع من الأمان، نوع من الأمان في هذه المخيمات مقارنة بمناطقهم المدمرة. ملفات كثيرة سنتطرق إليها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن في البداية دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك. يوم لن عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نبدأ من ملف مدينة الموصل حقيقة وعملية إعادة الإعمار. إذاعة صوت أمريكا ذكرت أن عملية إعادة إعمار أو إعادة بناء المناطق المدمرة في مدينة الموصل بطيئة بشكل كبير رغم مرور أكثر من عام على استعادة المدينة. أيضا أضافت أن الاستقرار في البلاد أصبح حلما بعيد المنال. طبعا هذه قراءات لكثير من الصحف العالمية، لكثير من المنظمات الدولية حتى المحلية منها، التي تعترف بفشل هذه السلطة، تعترف بضعف أدائها، والوضع في العراق الآن بكافة جوانبه هو وضع منهار تماما، وبالتالي من الطبيعي يكون الأمن هو بعيد المنال والاستقرار كذلك. أكدت أن عدم تحمل السكان تكاليف إعادة بناء منازلهم التي دمرت خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة، وأشارت أيضا إلى أن كثرة نقاط التفتيش العسكرية تسببت بخنق المدينة فضلا عن الأضرار الاقتصادية التي طالت هذا الجانب كذلك. في مدينة الموصل نبقى، حيث انتشلت فرق الدفاع المدني 11 جثة في مدينة الموصل بناء على معلومات من سكان الحي. هذا الموضوع أيضا موضوع يعيق عودة النازحين إلى مناطقهم، كثرة الجثث المدفونة تحت الركام بسبب العمليات العسكرية التي حصلت، بسبب إهمال السلطة في عملية استخراج هذه الجثث من تحت الأنقاض وإزالة هذه الأنقاض بشكل عام. هذا الموضوع يعيق عودة النازحين إلى مناطقهم بسبب طبعا وجود هذه الجثث، الروائح الكريهة، تلوث البيئة الذي يحدث نتيجة هذه الجثث المتفسخة وغيرها، وبالتالي من الأمور التي تعيق عودة النازحين إلى مناطقهم. فرق الدفاع المدني طبعا تحدثنا نحن كثيرا وعرضنا سابقا أن الكثير من الجثث التي انتشلت كانت
مجهودات فردية وكانت بجهود ذاتية قام بها أبناء المدينة أو بعض حتى المنظمات التي تطوعت بالمجان من أجل عملية استخراج هذه الجثث، لكن كسلطة لديها مليارات ولديها أدوات لم تساعد ولم تتدخل بعملية استخراج الجثث الموجودة الآن في مدينة الموصل أو في غيرها من المدن الأخرى التي تعرضت للدمار والتي ما زالت هناك جثث تحت أنقاض بعض المنازل التي دمرت. ما أسباب الإهمال؟ لا أحد يعلم حقيقة. تفسيرات كثيرة لموضوع إهمال السلطة في العراق، سواء حكومة العبادي، المالكي، حكومة عبد المهدي الآن، لا أحد يعلم لماذا هذا الإهمال، لماذا محاولة إيذاء المجتمع العراقي بشتى الطرق. يعني ما الضير من عملية استخراج الجثث المتفسخة في الوقت الذي كانت تتباهى السلطة بما سمته أو أسمته النصر وقتها؟ لماذا لا يوجد إعمار؟ أين 30 مليار دولار التي خرجت بها هذه السلطة أو حكومات ما بعد الاحتلال بشكل عام وكانت وقتها حكومة العبادي من مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي جرى في الكويت؟ هذه المليارات أين ذهبت؟ لماذا لم نرى إعمارا حقيقيا موجودا في العراق؟ طبعا لدينا رسالة من أحد المشاركين، سيد مبروك من الإمارات. نقرأ رسالة السيد مبروك ونأخذ أبو أيوب بعدها. سيد مبروك من الإمارات يقول: أخي محمد، يتكرر موضوع النصر، عن أي نصر يتحدث هؤلاء المجرمون؟ خلف هذا النصر المزعوم الدمار والقتل والنزوح والتشريد وتحول مخيماتها لسجون للتعذيب ومآسي كثيرة حصلت لأهلها، أضف لذلك استمرار انتشال الجثث من تحت هذا الدمار. هذه مأساة ضمن المآسي في الموصل الحدباء. عام يمر على النصر المزعوم على التنظيم، وأوضاع المدينة ومآسيها مؤلمة كثيرا، انفلات الأمني وواقع مؤلم مرير صعب وواقع معيشي للأسوأ وينذر بما لا نتوقع حدوثه. شكرا جزيلا سيد مبروك من الإمارات. أبو أيوب معنا، تفضل. عليكم أخو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحييكم وحي قناة الرافدين والكادر أجمع. حياك الله أخي. بالنسبة اليوم الوضع للنازحين، نعم. يعني الحكومة المزعومة، والله يا أخي العزيز، يعني أقول لك هي ما مهتمة للموضوع خلاص يعني. والله لو كان هم يهمهم الشعب العراقي وأي طفل عراقي وأي امرأة لكان اتخذوا إجراء 100%، ولكن هم هدفهم القتل والتشريد. نعم. يعني أسي أنت قاعد ببيتك وإذا يصير أمطار يعني تحس بالبرد، فالله يكون بعونهم. يعني المخيمات غرقت مالتهم، زين إيه مغير هذول عندهم هذول المجرمين الأوباش. نعم. أخي والله العظيم ما طول هنالك المجوس وراهم وتبعيهم للمجوس، والله العظيم ما يسوون أي حل لأي نازح الكان. أنت تعرف الإحصائية يقول لك فوق 8 ملايين 9 ملايين مهجر داخل القطر وخارج القطر، يعني هاي كارثة. طيب أبو يعني أيوب، كيف يمكن أن نعالج أزمات النازحين الآن إن كانت السلطات الموجودة في العراق كما تفضلت هي غير مكترثة، يشوبها طبعا يدها متلطخة بالدماء وبالفساد كذلك، ولا تتدخل من أجل حل مشاكل العراقيين، كيف يمكن إذن أن تعالج هذه المشاكل؟ أخي أنت مثل ما تفضلت أستاذ محمد، يعني هو أول شيء هم تلطخت أيديهم بالدماء، فهذا من سابع المستحيلات أن يرجعون أي نازح. هم همهم هدم البلد ومصالحهم الشخصية. ويعني أزيدك معلومة، هادي العامري اشترى مواقع في جامعة الموصل. يعني شنو هذه؟ يعني ما كان هاي الظاهرة موجودة، شنو هاي الأسباب؟ يعني بمعنى هناك مخطط فارسي كبير، فارسي مجوسي، مخطط على هذا على هاي المدينة. وكل المدينة اللي هم حرروها، يا تحرير أخي يا تحرير اللي يحجون عليهم. طيب اتركنا من التحرير. أموال المؤتمر الذي عقد في الكويت 30 مليار دولار، مؤتمر إعادة إعمار العراق، هذه الأموال ودعنا نقول سرقت، الدول التي قامت بتمويل العراق أو إعطاء العراق هذه الأموال ألم تشاهد، ألم تتعقب أموالها أين ذهبت؟ يعني مؤتمر كبير عريض يعقد في الكويت من أجل إعادة إعمار العراق وهذا المسمى الشعار الضخم الذي أطلق عليه، ولكن في النهاية أموال لم يستفد منها أي فرد من أفراد المجتمع العراقي سوى من ذهبت إليهم هذه الأموال، الطبقة السياسية. طيب الناس اللي طت فلوس وين؟ ما يدورون فلوسهم؟ ما يشوفون وين أكبر إعمار؟
اخي العزيز استاذ محمد، يعني هم تورطوا بهذا المؤتمر، لان هذول ما يمثلون اي دوله، فهم عباره عن لصوص وشراق. فمن هذه الناحيه يعني الناس اللي انطت اموالها يعني راحت، يعني ما تقدر بعد تسوي شيء، يعني هم ناس سراق. فمن سابع المستحيلات ان اي دوله تتعامل مع هذول، يعني بالاضافه الى ترامب جار الجنود الامريكان وما عبرهم. فهم هذول ما لهم اي قيمه هذول، يعني هم لازم هنالك يكون يعني الشباب واعي يقوم ثوره ينظم ثوره. ماكو اي سلميه، لان هذول اذا ظلوا بهذا البلد والله يا اخي العزيز راح يرجعوا الى الهاويه، وماكو لا صدق اي 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 شيء يصير من ضمن هذه الحكومه العميله. شكرا جزيلا ابو ايوب. نقرا رساله احد المشاركين يقول: هذه العصابه لا يهمها الشعب، لان غيرتهم ساقطه وقد سرقوا المبالغ المخصصه لهم وتقاسموها فيما بينهم. يتحدث عن المبالغ المخصصة طبعا لموضوع إعادة الإعمار. نأتي إلى موضوع آخر، وهو أمر طبيعي يحدث طبعا بسبب الإهمال الحكومي. وزارة الهجرة والمهاجرين كشفت عن وجود نزوح عكسي من مناطق محافظة صلاح الدين ونينوى باتجاه محافظة السليمانية. يعني الناس اللي عادت إلى مناطقها مرة ثانية في هاتين المحافظتين نينوى وصلاح الدين يرجعون الآن إلى المخيمات في السليمانية مرة أخرى بسبب الخراب والدمار الموجود في مناطقهم. مكتب الوزارة في السليمانية قال إن المحافظة تشهد عمليات نزوح عكسي من المناطق صلاح الدين ونينوى بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظتين، لا سيما تردي الخدمات وانعدامها. أبو علي تفضل. السلام عليكم. عن الله يستر عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم واحد قلوب العراقيين، اللهم ألف بين قلوب العراقيين. تفضل أبو علي. أستاذي العزيز الله يخليكم، الله يسر عليكم، الله يجعل في ميزان حسناتكم. الخميس هذا الخميس المضى على قناة الفرات همام حمودي يقول حتى لو بعد 20 سنة احنا نستمر وحتى تصير عندنا تجربة. أحب أوجه تحية كادر قناة الرافدين أن يتابعون عند خطاب يقول حتى لو بعد 20 سنة احنا سوينا الكهرباء، انطينا مي، الحياة الكهرباء. وداي أبو علي وين هندني الكهرباء والمي اللي يتكلم عليه هما محمد؟ هو خلي هو حتى يطلعون المشاهدين. أستاذي العزيز الأخ اللي 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 اتصل واللي الولد من البصرة، احنا الشعب العراقي مو طائفي، الحكومة طائفية. طبيعة الإنسان إنه يفرق، ما يشوف فرق زمان صدام حسين وحسه، وإحنا مجبورين نهجم الرأس وشيعة. فهذول الناس عندهم خطة، وشوف هسه مثلا إذا ما إيران تريد الفياض لازم يصير الفياض، عادل عبد المهدي لازم يصير عادل عبد المهدي. ذولا يستهانون بينا، والله ما عندهم نية انه يخدمون او يبنون. هذول تعلموا تاريخهم بس قتل وإطاعة ايران. ايران اليوم اللي تحكمنا، لا عراقي ولا دولة. قد نتصل مع السيد ابو علي. انا عموما اشكرك شكرا جزيلا، الموضوع مهم حقيقة. طرح موضوع التصريحات السياسيين ايضا التي تخرج بين حين واخر لتزيف الحقائق الموجودة الان في العراق. همام حمودي نائب رئيس البرلمان السابق والذي تحدث عن الديمقراطية والنعيم الذي يعيش فيه المواطن العراقي مقارنة بالدول الأخرى، هذا مسؤول في العراق للأسف الشديد. هذه نوعية المسؤولين، يعني تزييف بشكل فظيع. التقارير التي تخرج الآن من منظمات دولية ومن صحف عالمية ومن حتى شخصيات سياسية كانت معارضة أو مؤيدة للسلطة الموجودة الآن في العراق تتحدث عن حجم الفظاعة التي يعيشها المواطن العراقي والمجتمع العراقي بشكل عام. فكيف يعقل أن يخرج مسؤول ليتحدث عن النعيم الذي يعيشه المواطن العراقي؟ يعني حتى المجنون الموجود الآن في العراق مع احترامنا طبعا للجميع لن يصدق كلام شخص مثل همام حمودي أو أي مسؤول آخر يتحدث بنفس الصيغة وبنفس الطريقة. معنا رسالة أخرى، يقول أحد المشاركين: أخي محمد، سبب دمار العراق هو هذا الدين الجديد الذي يحلل قتل الإنسان ويحلل سرقة ممتلكاتهم ويعتبرها غنائم ويهجر العوائل البريئة ويغتصب النساء بالسجون. هذه تقارير دولية، والمصيبة الشعب يقاد مثل القطيع. ألا ينظر الشعب إلى شعوب الحرة مثل مصر، تركيا، السودان مثل ما تكونوا
مثل ما تكون يولى عليكم يا شعب. رسالة أخرى، أحد المشاركين يقول: سلامي لقناتكم الشريفة، الحكومة لا يهمها البلد ولا الشعب، بل يهمها حصتها بالبنوك أو بالبوق والنهب، والعراق المطلوب والخراب والنهب والخراب. طبعا الرسالة مصاغة بطريقة صعبة قراءتها، يعني المطلوب من أسيادهم قبل الاحتلال العراق هاي معروفة، حاليا يحكمون العراق ليس هم عراقيون بل هم أنذال إصابات. شكرا جزيلا. عموما معنا أبو بلال من بغداد، تفضل. جزاك فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لجنابك الكريم وكل العاملين. حياك الله أبو بلال، أهلا وسهلا. الموقرة. الله يسلمك أستاذ محمد. حقيقة يعني السنة هم الحلقة الأضعف في العراق من بين كل الطوائف الموجودة، والمأساة مال السنة لم تبدأ منذ من الآن أو من أيام التنكير وأيام داعش. لا، من أول يوم دخل فيه الاحتلال بدأت مأساتنا، بدأ القتل وبدأ التنكيل وبدأ التشهير وبدأ حتى تكفيرنا تمهيدا للجرائم التي وصلنا إليها الآن. وطبعا مدننا لم تهدم على يد قاسم سليماني فقط، لا، مدننا تهدمت أولا على يد الأمريكان. ومع هذا لم يشفي غليل الفرس، إنما قاموا مرة ثانية بالتهديم. بس راح أقول لك شغلة بسيطة يا أبو بلال وأخليك تتفضل تكمل. شوف، بعد الدمار اللي حل بالمناطق السنية، وطبعا أنا ضد هذا المسمى يعني، ولكن بما أنه حضرتك فتحت الموضوع، بعد الدمار الذي حل منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، وبعد دخول تنظيم الدولة والعمليات العسكرية، انظر إلى المحافظات الآن، أبناء هذه المدينة وبعض الشرفاء فيها يقومون بإعادة إعمارها بطرقهم الخاصة بأيديهم. وهذا الموضوع وثق من حتى منتسبين في القوات الحكومية الذين كانوا يقاتلون في المحافظات الغربية سابقا، وثقوها بالصوت والصورة، وقاموا بتوجيه اللوم على المعممين وعلى سياسيهم أصحاب الخطابات الشعارات الدينية وغيرها، اللي قالوا لهم شوفوا المحافظات الجنوبية وشوفوا الغربية، الغربية اللي وقع عليها أشد البلاء، شوفوا الإعمار وشوفوا قدر الإمكان أكو إعمار يعني بعض الشيء، وشوفوا محاولة إعادة الترميم مرة ثانية بحين إحنا مدننا مدمرة. تفضل أستاذ محمد. يعني هذا المنظور يعني لا ينفك عن المنظور الطائفي. يعني أستاذ محمد أنا أقول لك إياها بكل ثقة ولكل الجماهير العراقية اللي تسمع الآن، أن الحكومة الآن تتشفى بمصائب اللاجئين. الحكومة الآن يعني حينما تزعم أنها عاجزة، والله ليست عاجزة الحكومة، بل هي تفتعل العجز. نحن يجب أن ننظر إلى المسألة من منظر آخر، أن العراق هو بوابة الأمة العربية بوجه إيران، والعراق كان يحسب على العالم السني. الآن لا بد أن يغير فكر العراق وشعب العراق من العالم السني العربي السني إلى العالم الشيعي، ومن لا يقبل بذلك من العراقيين من أبناء سلة العراق فأمامه خيارين، أحلاهما أمر، إما أن يهجر ويترك بلده ويترك شعبه وناسه ويعاني ما يعاني الآن من اللاجئين. يعني أبو بلال في أوروبا. طيب تفضل كمل. نعم. أسمع منك. والخيار الثاني وإما أن يقبل بالتشيع. طيب أنا راح أقول لك شيء، ولا هو مو موضوعنا، بس أنا راح أقول لحضرتك كلمة ونغير بها الموضوع قدر الإمكان. باوع على شيعة العراق أهالي المحافظات الجنوبية، ذولا اللي هم دا يقولون السياسيين الموجودين بالحكم إحنا منكم وبيكم وأنتم منا وبينا، شوف وضعهم، شوف الاعتداء عليهم عندما قالوا إيران برا، اتهموهم السياسيين بأنهم عملاء وخونة وخلايا نائمة. هؤلاء هم الشيعة الذين تتحدث حضرتك أنه لازم السني مضطر يكون جزء منهم. حتى الشيعي في العراق، هو مضطهد من قبل هذه الفئة الحاكمة. الميليشيات تسلط سلاحها على رقبة الشيعي ورقبة السني سواء، لأنه كل من يرفض العملية السياسية ومن يرفض وجود الميليشيات في العراق هو هدف يجب أن يقضى عليه في هذه البلاء، في هذا البلاء على يد هذه الميليشيات. أوامر حتى المعممين الذين يتحدثون بالمظلومية منذ الاحتلال وحتى اليوم، هؤلاء سيكونون أداة لقطع رقاب الشيعة والسنة سواء في حال قالوا لا لإيران ولا للميليشيات ولا للعملية السياسية الفاسدة. والدليل انظر المحافظات الجنوبية الآن،
استاذ محمد احنا نتكلم الان عن عن الاسلام الشيعي الايراني، لا نتكلم عن الاسلام الشيعي الموجود في العراق. نعم. هذه اجنده ايرانيه فارسيه، حضرتك تعرف هذه المساله تماما يعني. اجنده فارسيه يجب القضاء على سنه العراق، يعتبرون سنه العراق عدو لبلاد فارس. نعم. من هذا المنطلق، والا هم وزعوا ظلمهم بالتساوي على ابناء العراق. لكن الفرق الوحيد شنو؟ ابن الجنوب يستطيع ان يتظاهر، لكن هؤلاء المساكين البؤساء الان في المخيمات والتي تقتلعها الرياح والامطار والبرد والمواد الغذائيه، هل يستطيعون ان يقومون بالمظاهره؟ لا استاذ، ما ممكن، لا يمكن. يعني حتى هم يتمنون ان يتظاهرون، يتمنون ان يوصلون صوتهم الى المنظمات الدوليه والانسانيه، حتى يعني بعض الناشطين مراقبين حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يقدر لا ينشر على الفيس ولا على غير الفيس لانه مراقب، يريدون كتب. يعني للاسف استاذ محمد، الله بس اذا تسمح لي، يعني لم نسمع بصوت عوده النازحين الا ايام الانتخابات وحصرا من قبل البرلمانيين. نعم. هؤلاء الظلمه الذين باعوا قضيه اهلهم، يعني فقط ايام هذه قالوا والله ارجعوا الى مناطقكم، مجرد فقط حتى يضع الورقه في الصندوق. وحتى حضرت هذا القاعد اللي يقبض ملايين حتى حتى ينجح في الانتخابات. يعني لو حصينا عدد اللاجئين الان استاذ، يعادل دوله كرواتيا، يعادل دوله كرواتيا وبعض الدول، يعني 4 ملايين 5 ملايين دول تعدادها. الان اهل العراق مهجرين بهذا العدد، لا يوجد مأساة تشبه مأساة العراقيين سوى مأساة اهلنا واخواننا في سوريا. شكرا جزيلا ابو بلال، اشكرك، كنت معنا من بغداد. معنا رساله من احد المشاركين يقول: اخي الكريم، ما تفيد معهم مظاهرات سلميه، صار سنين نظاهر سلميه، كانما حاطين باذنهم قطن، ولا يهمهم الشعب بل يهمهم مصالحهم، فعلينا ان ننهب عليهم. يعني يقول بانه المظاهرات السلميه هي خيار غير صحيح، هكذا يرى، على فكره مشاهدينا الكرام، هكذا يرى كثير من المجتمع العراقي الان بعد التجارب السابقه للمظاهرات السلميه التي حتى العالم لم يقف معها ولم يساندها، لانها بالنهايه ستغير استراتيجية دولية وضعت للعراق، وبالتالي دعم هكذا مظاهرات كالتي حدثت في محافظات الغربية، دعم هكذا مظاهرات قد يضر بالمصالح الدولية الموجودة في العراق، وبالتالي ليس من مصلحتهم أن يدعموا هذه المظاهرات، وبالتالي لن تدعم مظاهرات سلمية موجودة في العراق، لأن الضوء الأخضر معطى لهم من أجل القمع. معنا ناطق من جرف الصخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، إحنا أنا نازح من منطقة جرف الصخر. نعم. عاملية الفلوجة. نعم. فإحنا نطالب من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإعادة نازحين جرف الصخر. صار لك إيش قد نازح يا ناطق؟ صار لنا تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات. شلون وضعكم هسه بالمخيمات؟ والله احنا حاليا نازلين بهياكل، ويعني شغلتنا غير شغله، وهسه جتنا وزاره التربيه، احنا نازلين بهيكل بمدرسه، وجونا وقالوا لنا لازم تطلعون بالهياكل. بس جرف الصخر محرره كما تسميها الحكومه، جرف الصخر متحرره صار لها فتره طويله، حتى قاموا يسوون بها اغاني بالتلفزيون تطلع على قناه العراقيه الحكوميه، اغاني عن حررنا جرف الصخر، ليش ماذا ترجعون؟ استاذ، من قبل فصائل مسلحه بجرف الصخر ما يقبلون باعاده نازحين جرف الصخر. واللي هم كتائب حزب الله. كتائب حزب الله العراق لو حزب الله لبنان ما تعرف صارت هوسه. استاذ، هم مشتركه. فاحنا نطالب من قناتكم الفضائيه، قناه الرافدين المحترمه، بمطالبه السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان باعاده نازحين جرف الصخر. طيب أنا عندي سؤال سيد ناطق، إذا تسمح لي، برأيك إذا منطقتكم متحررة، إذا منطقتكم متحررة، ليش الميليشيات دا تمنعكم من العودة؟ والله ما أعرف، لأن أكو بعض شغلات سياسة ما حد يعرفها بيناتهم سياسة. هم الكبار. طيب ما أعرف هاي الشغلات ما بيناتهم، فيطالبون يعني يطالبون يفيدون حقوق، يقول إحنا نريد حقوق الشهداء اللي حرروا منطقة جرف الصخر. وشلون حتعطوهم حقوقهم؟ يعني ما دا افتهم، هو منو يعطيهم حقوقهم؟ انتم لو الدوله يريدون، يعني يقول احنا قاتلنا منطقه جرف الصخر ونريد حقوقنا مال الشهداء، يعني يطالبون اكثر من مليار او مليارين. مليار دينار؟ مليار دولار. دولار؟ اي نعم، بالمليار. من المفروض يدفع هاي المليار؟
ناطق، من المفروض يدفع هاي المليار؟ المفروض هي الحكومة تدفع هذا، ثم يطالبون كمن عشرة جرف الصخر. يعني يطالبون من أهالي جرف الصخر أن يدفعون مليار دولار حتى يرجعون إلى مناطقهم؟ نعم، أكثر من المليار، أكثر من مليار ثلاثة. نعم، من هي الجهة بالضبط سيد ناطق؟ من هي الجهة بالضبط اللي تطالب بهذا المبلغ؟ من هي؟ يعني يا ميليشيا، يعني يا جهة، يا طرف؟ أما الفصائل، أما المسلحة اللي بيها منطقة جرف الصخر يطالبون بهذا الشيء. نعم. طيب ما توصلتوا أو ما تواصلتوا ويا قيادة أمنية ويا مسؤول عن هذه المطالب، عن هذا الطلب الغريب من ميليشيا أنه تجبركم تدفعون فلوس حتى ترجعون إلى مناطقكم؟ تواصلوا، أكو مسؤول تواصلوا، بس ماكو حل. ماكو حل. تواصلتوا يعني ويا قيادات أمنية، شو يقولوا لكم؟ ما يوم يعني كل سنة على سنة جديدة، كل سنة 2017 2018 وعساس على السنة 2019 يبلغون بهذا الرجال إن شاء الله خير، وبعد ما أعرف إن شاء الله خير. يقول لك يقول إن شاء الله خير وماكو. هاي قيادة أمنية. قدنا نتصل مع ناطق، وضح لنا الكثير سيد ناطق من جرف الصخر، من أهالي جرف الصخر الذين نزحوا في بدء العمليات العسكرية طبعا، وعانوا ما عانوه الآن في مخيمات النزوح، ويمنعون من العودة لأن هناك ميليشيات وفرق موت طائفية تقف عائقا بينهم وبين مدنهم وبين بيوتهم، تمنعهم من العودة إليها إلا بدفع أتاوى، هذه الأتاوى التي تصل إلى أكثر من مليار دولار، وتطلب من المدنيين، تطلب من المدنيين عندما يستنجدون بعمليات عسكرية وبقيادات أمنية يقال لهم إن شاء الله خير. هذه القيادة الأمنية التي تتحدث، والآن كما استمعتم 5 سنوات وهم على هذا الوضع في المخيمات وفي الهياكل، البيوت الغير مكتملة البناء، وبهذه الطريقة تمضي السنوات عليهم وعلى أطفالهم وعلى عوائلهم بهذا الشكل المزري للأسف الشديد. جرف الصخر حالة طبعا، وكثير من الحالات الأخرى في مدن عراقية مختلفة تعاني نفس المعاناة وربما أسوأ. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ حقيقة الأستاذ ناطق كان هو يعني جزء من معاناة شعبنا في العراق. نعم. فحقيقة الإضافة الكلام اللي قاله حضرته، أنا أعرف ناس في تكريت. نعم. يعني ناس عادة، هو يعني قال لصديقي يعني محظوظ لأن بيتي بس منهوب، يعني ما مدمر. نعم. ويقول الحمد لله يعني عدنا تلمين بيتنا وغيرها وقعدنا، بس لحد الآن أخ الكريم يعانون من وجود الميليشيات اللي تتحكم في سلطة تكريت. وتكريت ما لها أي سلطة، لا جيش ولا شرطة في تكريت. نعم. يعني كل شيء بيد الميليشيات، يسدون الطريق بيد الميليشيات، ما تداوم اليوم بيد الميليشيات. وهو يشتغل في مصفات بيجي. نعم. يقول يجونا هم، يعني غرابنا اللي نعوف مكان شغلنا حتى نجي باشر نشتغل نلقاها مبيوقة. نعم. يعني هم نفسهم يفرضون على الموظفين في مصف بيجي تروحون تشترون من هذا الوكيل. وتشترون، لا ما تشترون مواد، تشترون مواد. بس صلاح الدين ما بيها بس ميليشيات ابو علي، بيها حتى صحوات للاسف الشديد اهل المدينة. مهم هم صاروا من، شوف أخي الكريم، تسمية الميليشيات دوليا هي أي صحيح. صحيح صحيح، ما نختلف. نعم. بس أقصد بالعراق الآن يطلق عليها بعض التسميات المختلفة كالصحوات، كنظام جديد اخترع عن طريق نور المالكي، أنشئ عن طريق نور المالكي أيضا موضوع الصحوات. يعني أكيد هم كلهم فرق موت غير تابعة للسلطة أكيد. ما أخي الكريم، هذه الصحوات وغيرها هي أساسا يردون يجهضون الثورة اللي صارت في المناطق الغربية في العراق، اللي نعم. انتفضت على الفساد وانتفضت على الدكتاتورية الجديدة، وهم يعني ترى يعني سياسيا دخلوا تنظيم ما يسمى بالدولة للمناطق الغربية فقط. نعم. حتى يدمروها ويدمروا الثورة ويدمروا الشعب، يعني مع احترامي لكل شعب العراق، كل فئاته، كل طوائفه. نعم. يا وقت يعني 4 محافظات أو 5 أطفالهم قاعدين بمدارس، وكم سنة يعني ما لازم أنتم تعيدون إعمار، انطوهم مبالغ حتى يعيدون إعمار،
وحتى هم اذا دمروا الشعب وخلوه يبات يعني بالخلاء وخلوه يبات بالهياكل، كذلك دمروا السياسيين يعني اللي كانوا محسوبين انهم شرفاء من المنطقه الغربيه، يعني كثروا عليهم الفساد، انطوهم الفساد. انا الان ناطق يستنجد برئيس مجلس النواب، شنو يسوي هو؟ هو اساسا ما وصل لهذا المكان الا هو اساسا يعني غرقان بالفساد. لا تتوقع واحد صاحب يعني صاحب كلمه وصاحب كلمه شريفه وصاحب موقف يوم يدخل في الحكومه لو يصير يعني صاحب مسؤوليه في مجلس النواب. لا لا، هاي السلطه اللي شكلت الان من رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه هي كلها مفضوحه منذ اول يوم عن طريق بيع المناصب والتصويت والتزوير، يعني مفضوحه بالضبط. وكذلك يعني عقب على الاستاذ ابو بلال اللي حكى اللي قال لازم يا من تشيع او نشرد، لا يعني اذا انت شردت وغيرك طلع من العراق من اهل يبقى بالعراق؟ الحين على سبيل المثال اخي الكريم، وانا مو مدح بقناتكم، لكن منو يعني يقول صوت الحق في العراق؟ كل القنوات الموجوده في البدايه تاسست انه هي مع المنتفضين مع الثوار، وبعدين انطوها دعم فلوس وغيرت سياستها وقامت تبث المسلسلات وتبث ما ادري شنو. نعم. انا بس يعني بس الرافدين هي تبث معاناه شعبنا في العراق وحتى العراقيين في الداخل. والله اخي الكريم يخافون يعني يتصلون، يخافون. نعم. يقولون حكي. نعم. يجي واحد يقول هذا فلان وهذا عرفه ودخل عليه وغيره. ونحن نعلم هذا الشيء يا ابو علي، انا اشكرك طبعا للمشاركه. نحن نعلم ايضا هذا الشيء، موضوع معاناه الناس وموضوع خوفهم من الاتصال والمشاركه. هناك متابعين كثر لقناة الرافدين في العراق، لكن الخوف من التفاعل معنا هو جزء من الأجزاء التي أحيانا قد تشاهدونها في بعض حلقاتنا، تكون نسبة الاتصالات ضعيفة. الموضوع أن هناك رغبة بالاتصال، لكن هناك خوف من قد يعرف من هو صاحب هذا الصوت أو يكشف عن هويته بشكل أو بآخر في زمن تنتشر فيه فرق الموت والميليشيات في العراق. طبعا لديهم عذرهم طبعا، ونحن نفهم ايضا هذا الموضوع، ولدينا تواصل مع ناس في كثر في العراق طبعا، ويتحدثون عن حجم المعاناة سواء كانوا من اي محافظة كانت من يتصل بنا سواء بشكل مباشر او غير مباشر. يعني هناك من يتصلون بعد انتهاء البرنامج حتى، وهناك من يتصلون قبل البرنامج من اجل الحديث عن مشكلة معينة، ولكنه يعتذر عن المشاركة خوفا على حياته وعلى حياة اسرته في العراق. هذه المشكلة طبعا الكبيرة. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود قماما. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا من الأسباب التي تمنع عودة المدنيين النازحين إلى مناطقهم هي مخلفات العمليات العسكرية، إن كانت عبوات ناسفة، إن كانت مخلفات حربية كقتال، فوارغ، قذائف، غيرها من هذه الأسلحة التي استخدمت في العمليات العسكرية، سيارات منفجرة، غيرها من هذه الأدوات والمعدات، هي عائق من العوائق التي تمنع عودة المدنيين إلى منازلهم. على سبيل المثال طبعا، مسؤولون في مجال حقوق الإنسان أكدوا أن الحكومة في العراق والمنظمات الدولية مقصرة تجاه سكان مدينة الفلوجة، وخاصة فيما يتعلق بالألغام والمتفجرات المتناثرة بين المنازل. رئيس مفوضية حقوق الإنسان عقيل الموسوي قال إن لديه مؤشر سلبي على الموضوع، موضوع التقصير الحكومي والدولي من ظاهرة انتشار الألغام في منازل المواطنين وتحت الأنقاض التي خلفها تنظيم الدولة. أكد أن هذا التقصير رفع هذه المخلفات هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان. دعونا نشاهد. لدينا فعلا مؤشر
مؤشر سلبي على هذا الموضوع وهو مخلفات داعش بما يخلفه بالنتيجة على انتهاك واضح لحقوق الإنسان. هناك تقصير جدا كبير حكومي وتقصير حتى من المنظمات الدولية العاملة في العراق تجاه سكان الفلوج. أولا هناك مشكلة يعانون منها مشكلة الألغام والعبوات الناسفة التي ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة منذ انتهاء المعارك قبل أكثر من عامين أو عامين ونصف تحديدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا لدينا تحية من سلام أبو حازم من الأحواز يحيي كادر قناة الرافدين. شكرا جزيلا سيد سلام أبو حازم. معنا أبو عمر من السليمانية. أهلا بك أبو عمر تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ محمد يعني بالنسبة إلى حالة النازحين يا ستار يا ربي حالة يرثى لها. نعم. يعني شو أقول لك عليه؟ شو واحد يقدر يوصفها على مود يطلع من حقها مثل ما يقول. لا. لكن علم واحد توجه إلا الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم أن يشوف لهم سبيل يعني الخروج من هذه الأزمة والمأزق اللي هم فيها. ترى الحالة عايشين بها حالة يعني شو أقول لك يا أستاذ يعني أصعب من الصعب يعني إلى درجة في هذا الشتاء البارد والقارس. لا. ترجع للمدينة اغتيالات وتفجيرات واعتقالات ومنا ومنا. هو كان بالمخيم موجود يمهم وهم يحموه هم يطلعوه يودون المدينة يقولوا أنت إرهابي. ليش بالمخيم ما ألقيت القبض عليه؟ ليش ما هذا يعني إحنا ما عندنا غير سبيل واحد أستاذ محمد. هو تدوير القضية بس مو من قبل الدول العربية والإسلامية فقط. لكن من أهل السنة الموجودين بالخارج بأوروبا والدول العربية. أنتوا يا أهل السنة يعني برأيك يا أبو عمر العالم بدي يعرف إيش دي يصير بالعراق؟ العالم دي يعرف بس شنو مثل ما يقول اسحى يا عبد اسحى معك. انت موجود عندك الموقع الالكتروني للرئيس الامريكي دي تشوفه هو مدى يحترمهم مدى يقدرهم مدى يحبرهم بفلس واحد هجوم عليه كاصح منا ومنا بحيث يعني تبينوها للامين العام للمتحدة دولة كلهم عندهم مواقع الكترونية بالملايين رسائل نصية ابعثها اهجم على مواقعهم الالكترونية يعني اكبر براسه مثل ما يقول عدوي صديقي. زين احنا الى متى نبقى بهذه الحاله استاذ؟ هذول النازحين لا احنا نقدر نشوف لهم حل ولا الاعداء اللي تقول يعني يا ستار يا ربي كانما يعني شو اقول لك هو العدو الوحيد عندهم هم اهل السنه ما عندهم. والله اللي يقول لك مثلا اليهودي عدوهم كذاب او النصراني عدوهم العراقي كذاب. العراقي بشكل عام هو الذي يعاني. يعني الموضوع لا يقتصر فقط على السنه. انا ما اريد الموضوع يتحول العراقي بس المناطق السنية أكثر شيء هم يحالون يا أستاذ يا سيدي العزيز. نعم. يعني هذا أنتم ما خلصتوا مسرحية داعش ما خلصت. شو داعش موجود بسوريا ما حد يقاتله مئات الملاعب مئات الآلاف من المقاتلين الشيعة من إيران ومن العراق ومن أفغانستان وباكستان ما حد يقاتله. نعم. كلها مرتبطة ويا بس أنتم قادرين على العراق هنا تضحكون على العالم وتضحكون على هند الخايبة تعالوا قاتل بالشام وقاتل باليمن وقاتل غير مكان يعني هذول. نعم. يعني احنا اذا ما تدور القضيه يكون لازم يعني على الاقل مثل ما يقول خليه ازمه صار لمواجهه هذه من قبل ناس عقلاء من اهل السنه موجودين يعرفون كيف يوجهون اعلاميا يعرفون كيف يوجهون بعد اكثر واكثر. نعم. دول عربيه يحركوها. زين احنا اذا نبقى على هذه الحاله هذول تفرم ميتين يعني الموت اهون لهم من العذاب هذا أهون منا مئات الآلاف من أهل السنة بالمعتقلات منا بالنازحين معسكرات اعتقال. والله شنو لأن السني إحنا ما نقدر مريض نعترف نقول العراقي كل شيء ما بيهم البقية وينهم هذا الآن الله وكيلك إحنا الأكراد بالشمال مرتاحين ما عندنا شيء كهرباء ما رواتب أكو بالجنوب هم كذلك بالجنوب شنو المصاعب اللي عندهم فالحدث ما حدث لأهل السنة بالعراق ما هي كل جارك تصفت لأهل السنة ما خصت هذه القوانين ما تخلص. شكرا أبو عمر أشكرك للمشاركة وضحت الفكرة. طبعا موضوع وكما تحدثنا في البداية الموضوع لا يقتصر فقط على طائفة معينة على جهة معينة على قومية معينة. الموضوع شامل لكافة العراقيين بشكل عام. نأتي هنا إلى هذا الموضوع الذي يتحدث عن اليزيديين في العراق. قائم مقام سنجار في محافظة نينوى محمد خليل حذر من كارثة إنسانية يتعرض لها النازحون اليزيديون، وقال خليل إن النازحين اليزيديين يتعرضون لخطر الموت بردا لعدم توفر وسائل التدفئة لهم،
وانتقد تقصير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير النفط تجاههم. طبعا عندما تحدث الهجرة أو التهجير القسري الذي نراه في العراق اليوم داخليا وعدم توفر فرص الحياة الكريمة للنازحين في المخيمات والإهمال الذي يتعرضون له بهذا الشكل من قبل السلطات المتعاقبة والميليشيات التي تسلط سلاحها على رقابهم وكذلك القوات الحكومية التي تقوم بتعذيبهم نفسيا وجسديا في بعض الأحيان وفي بعض المخيمات اعتقالات وتهجير وغيرها، كل هذه الأمور تجبر المواطن العراقي الذي يرى أن لا أمل في هذا البلد أو لا أمل بالعودة إلى منطقته أو بيته بأمان وسلام، يرى أنه من ربما الدوافع التي تقوده إلى الهجرة إلى الخارج، المهاجر غير الشرعي أو الذي عرف بهذه الظاهرة أو الموجة التي حدثت في عام 2014 و15، هذه الفترة التي حدثت بها الهجرة غير الشرعية. إحصائية عدتها منظمة مشروع المهاجر الدولية التي كشفت أن أكثر من نصف مليون عراقي هاجروا بطرق غير مشروعة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ذكرت المنظمة أن نحو 555,000 شخص هاجروا خارج العراق منذ عام 2014 إلى 2018، لقي أكثر من 274 شخصا حتفهم غرقا في البحر المتوسط. دعونا نشاهد. من العام 2014 إلى العام 2018 لدينا أكثر من 555,000 مهاجر إلى خارج حدود العراق وأقليم كردستان، وفي نفس الوقت فقط إذا قلصناها إلى 2018 لدينا أكثر من 47,000 شخص فقط في العام 2018 قاموا بالهجرة إلى خارج البلاد. الأعداد الرسمية التي يمكن اعتمادها هي 274 من 2014 إلى 2018، 69 فقط للعام 2018. الأرقام التي هي غير رسمية ولكن نحن على معرفة بها هي غرق ووفاة أكثر من 500 شخص، فالأعداد الرسمية تقارب نصف العدد الحقيقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ويخرج بعد ذلك مسؤول كإبراهيم الجعفري سابقا عندما حدثت موجة الهجرة ليقول عودوا يا شباب إلى العراق، العراق بحاجة لكم، هو طبعا وبعض السياسيين، بعد الفضيحة الكبيرة التي كشفت عن هجرة الكثير من العراقيين وغرق الكثير أيضا في البحر، يعود إلى ماذا بالتحديد؟ إلى ماذا يجب أن يعود المهاجر العراقي في بلد تنعدم به كل مقومات الحياة، كل مقومات الأساسيات بالنسبة للحياة البشرية العادية لاحتياجات المواطن العادي في أي بلد في العالم؟ ماء صالح للشرب، أمان، وبيت يقيه برد الشتاء وحر الصيف، بس هذا ما يبحث عنه المواطن في أي بلد في العالم. ولكن في العراق للأسف الشديد لا يوجد اكتراث لحياة البشر، وبالتالي يتركون يهجروا ويهاجروا بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذا الخطر نجاة أو محاولة للنجاة من موت محقق موجود في بلدهم. معنا أم عبد الله من بغداد، تفضلي. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولكل العراق الشريف. شكرا جزيلا، تفضلي. أستاذ حضرتك، إنه تفصل اليزيديين عن العراقيين على شنو؟ أنا أفصل هم كل العراقيين يعانون معاناة شديدة شديدة، إذا كان يزيدي وإذا كان سني وإذا كان هسه صار يعاني الشيعي. أنا ما فصلت يا عبد الله، كل العراقيين العفو يعني مع الاعتذار، يعني دريد أقول إنه كليتنا إحنا دنعاني هذا العراق، ولا تتصور إنه العراق راح يرجع قبل 2003. لا. العراق أصبح تحت حكومة طائفية حتى العظم، لأنه الموصل أصبحت سجن للعراقيين السنة، والأنصار نفس الحالة، جرف الصخر أكبر سجن للسنة وهي منطقة سنية. وبعدين لا تنسى أستاذ، أنا قلت سابقا أن جرف الصقر هي منطقة مهمة شيعية، العفو على الاعتذار، منطقة للحشد وبيها معسكر وبيها سجون وبيها حتى صواريخ باليستية ضاميها حتى اللي يضربون أي مواقع سنية. يعني هذا الشيء اللي بنشوفه إحنا كعراقيين، إحنا المفروض أما نبقى على هذا الوضع وهذه المعاناة.
وأما أن نشد أزر بعضنا البعض وأنه نقوم بنهضة واحدة للقضاء على هذا الشيء اللي بنعانيه. وإلى متى؟ أستاذ إحنا فالح الفياض راح إلى سوريا وسمع بالأسد على أنه زيادة العلاقات والودية والمحبة والأخوة والقضاء على الإرهاب. يا إرهاب، إرهاب هو القضاء على أهل السنة في سوريا والعراق واليمن. يعني ليش أنه فالح الفياض يروح يبدي خدماته إلى سوريا، ليش ما يبدي خدماته إلى العراقيين أنه راح يبدي صفحة جديدة وأنه راح يقوم بعملية تقديم الخدمات وإنهاء معاناة العراقيين في الموصل والأنبار والديالة وصلاح الدين وجرف الصخر وتحقيق مطالب أهل البصرة، هاي البصرة اللي تطلع على أبار من النفط. يعني إلى متى هذا الوضع؟ إحنا لن قشمر نفسنا، وضعنا واصل باقي إلى هذا إلى هاي الساعة نفس الشيء ما يتغير، والمظاهرات طيب الحال شنو يا عم عبد الله؟ حتى الحال باختصار، والله الحال إذا ما قم كليتنا يعني هبة قوية للشعب العراقي ما يصير النحل وراح يبقى الوضع. شكرا يا عم عبد الله، شكرا جزيلا للمشاركة، وضحت الفكرة. هبة مجتمع، هبة واحدة هي الحل بالنسبة للوضع في العراق الآن للخلاص من هذه المشاكل والمعاناة التي يعيشها المواطن العراقي. حاولنا، يقول المواطن العراقي ويقول المشارك كذلك معنا، حاولنا بالطرق السلمية، لم تنفع هذه الطرق ولن تنفع مع سلطة طاغية على العراقيين ولديها فرق موت طائفية ولديها ميليشيات ولديها قوات حكومية تأتمر بأمرها ولا تكترث للوطن والمواطن، وتقوم بتنفيذ عمليات الإعدام الميداني وعمليات التهجير وعمليات التدمير بالأوامر التي تعطى لها. وبالتالي الطرق السلمية يراها كثير الآن، وبدأت هذه الفكرة حقيقة تزداد مؤخرا في الآونة الأخيرة، أن لا حل سلمي مع حكومة ميليشياوية طائفية، هكذا يصنفها المجتمع العراقي طبعا بكل أطيافه ومكوناته. ونحن أنا طبعا ضد فكرة موضوع السنة والشيعة وهذه الأطروحات، لكن يشارك المواطن طبعا بكل احترام وبكل تقدير لكل المشاركين، من لديه وجهة نظر فليطرحها، إن كانت عقلانية وتقبل ستطرح بالتأكيد، ولن كانت تميل إلى التصعيد أو الطائفية بشكل أو بآخر طبعا هي دائما مرفوضة في البرنامج. عموما أنا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.